يأتي الروح الواحد المبكر خرايا الدنيا. وبعد ما قلت وكانوا وكانوا قلت مجلس هالسهرات وفيك تراتي للقرآن وفيك تفاصيل حكايات. بعد ما قلت لي زيسان ركايز بالعز من يعاتاني والساكن كل جيران قلناها شواقي مشدودات ونكتب لغرانا عنوان ونحكي بحديث النظرات. اليوم قعدت كان كان خلايا دنيا فاللي فات رحمنا وطواكم الاسلام قعدت يا ديار خليات رحمنا وقصدنا الازمان عليك تباعدنا الخطوات رحيل الصحه من ابدان وصغري وسواد الشلبات رحيل الله ما كان ابدانه مكسوبه في البيت بنات وخايف عن عرضي ينهان الطيح اسوار المبنيات ومتمنى نفرج بحصانه ويرجع بغياب النجبات ويفزع كيف الفجر يبان مثبت شهره بالمنعال علي مثل شهر الاذهان على صهد الصابور البات تشوف خيالي شكل انسان ولا تنبض في الجسم حياه بليسه ما تملك وجدان رحل منها الاحساس وما التهامه نتغدى كيسان بلايا حلط المسمومات اللاجي نلقى ليش مكان يرد هنائي يخطط بالمطمور شقايق يا تقدم والبيبان جبل وغناي العجي كل مهموم عدايا خيط على الوقت الخوان حقب هكاي تعدل للماشي وجداي تعدل كان شكوك البان وشكل بناي ومطراح اصبع عند الناي خلايا الدنيا لعبت الوديار مناعيد شواهد عن سالف ليام عليك الظلم الواح بطيس ثلاثة في لفراش عام صغر منك الوديار مشيت عليك حازتني لو هابوا فيك بغيابي خليت عجز غابي دوري تحواب اللي ما فارقت يا ريت علي ما حازات لك سابوا خليت دموع بالي تيراجي برجوعي بالعام مبارك كيف اقتل جريت تقول محرز لي عزام كتبني وشربني وكليت وطيرني من عشق حرام كتبني وشربني وكليت وطيرني من عشق حرام معي كان انتكراها لقيت صورة من ساكن لكسابه ومنها خاتمها غماطيت معاها خطرة خيط حزامه ومدتهم تبكي ومكيت علي لازت من جدان تودع فيه اتودع فيه وما ظنيت فراقي للها يكون اعدام اتودع فيه وما شكيت يفوت غيابي خمس عوام اتودع فيه وما حسيت تكون اخر شبعه وكلام قد تركب لا اتكيت علي صابت من غير صيام وتطمع تتخيلني جيت وتيس كان الليل الضام ولا فرحة كيف بناويت ولا لبس الدين الهنتاب ولا طفاها تشغاليت ولا دكت خلة بحرام ولا ركنة في رفة بيت ولا رتبة شحبات الخام ولا منها جواب تلقيت ولا مني فرحة بسلام خذتني لا رياح التاعيت تكون مركب موجان الطام ولا ننكر يدار نعيت ولا جيت في طيف منام وكنت ندرك كيف تعشيت دموعي فوق الخط جنابه وقلت لي قداش عييت نشوف وراي نخبط من مطلوب جداي هلت غلاكن كان غفيت هلت الطايل في الزلكن تكسر خطاي ولني رداك التكيت احنا باباي وبالعادة وبالراد التاي حاد شوي دني وشوي وزاد بلاي على ما صار بعبر باي جرالي كيف صار البيت بلا رصاي ونظر تعزاي لافو قفاي واني ما ندري وكيف رجعتلت في الديار ظهرت لي ما في كل شيء عليك انتار غير مطوار ترابع رداك الرادي تراه نبدل شنها اللي صار وقولي ما يجرى في الحي تفرجت من سبع جار ردا يمكن مبساط اخلي واني راجع نتمنى يا ديار يشوف بيدي زول اللي بغيه جيت مخلي لي تذكار القصوره في الحيط علي جرحيت الماضي الاشبار سكب منها دمه يجري تطبيها على الصوره صار حروف اسمي وصايا لي وكاتب لي اذا يجيك نهار يردك مكتوبك وتجي تفكر وتفكر ما صار وعاهدني ما تخلي بي تفكر وتفكر ما صار وعهدني ما تخلي بي ولكن يا خيبة لكتار جوعي ما فاتش في شيء جيت البر الكل دمار ودار تنعي وفيه تعدي ومشهد في جنبها اللي صار مسكر
موضة زوز رشية فبطلني حسيت طار وحسيت بحرب جواجي وعلى الفكري بعد نشوار وما كاش ينادي فيه البارس راكب على الكحطار علي نافي يمشي شرقية فكرت قال المزار بدي راجل خلي وصفي مش أكثر الفارس راكب على الكحطار علي نافي يمشي شرقية فكرت قال النجار بدي راجل خلي وصفي مش أكثر جاب الكورة ستار قرصها لحديث شوي تعرف ومحروم من الدار بعد لعب ونهار قوي ومنخلط دمعة الطار عليها كل الخلق شوي بقل مشهد هذا ينظر في وسط اللي في النهارية عليك صبرت 60 نهار وعامين وجمعة وشوي بقل مشهد هذا ينظر في وسط اللي في النهارية عليك صبرت 60 نهار عامين وجمعة وشوي الدور تردد في لوكار زبالة ظل العظمة حبيه تكوي تكوي بالمصمار تصبر فرحي لك بالكي طول تردد في لوكار تقول بكاي على من خلى عليه الكاي تكوي تكوي بالمصمار تقول تعايز عنك يا ربي مولاي قبل ما نترفعني من هاري يكون معاي غلا من خلى عليه الكاي قبل ما نتدرك من هاري شوف جاي غلا من نبغي يجي مع زاي غلا من نبغي يجي مع زاي تعتم يا جار خليات تروح من الوحي وتشكر.